فوجئ أمس متسوقون في سوق تجارية في تل أبيب بوجود بضاعة جديدة في نوافذ عرض أحد المتاجر. فقد وضعت منظمة إسرائيلية مناهضة للتجار في البشر نساء حقيقيات عليهن بطاقات بأسعار. ووقفت النساء بنظام التناوب في نافذات العرض التي استأجرتها المنظمة غير الحكومية في وسط مركز تجاري بيت الأبيب تحت عنوان امرأة للبيع. أوري كدار المؤسس المشارك للمنظمة قال إنه يأمل أن يجبر العرض الرأي العام الإسرائيلي على مواجهة حقيقة الاتجار بالبشر، وأضاف أن ما نراه هنا اليوم مثال لما يجري في منازل وقبية وافية في هذه المدينة. وتقول المنظمة التي نظمت هذا المعرض إن إسرائيل تعتبر دولة رئيسية للاتجار في البشر. وطلب من المرة توقيع التماس يناشد وزير العدل الإسرائيلي قبول مشروع قانون للسماح بمقاضاة من يمارسون الجنس بمقابل مادي.